توج فريق نادي الكويت بلقب كأس السوبر لكرة الصالة، وذلك بعد فوزه على فريق نادي القادسية في المباراة التي أقيمت في صالة نادي الكويت الرياضي. جاءت المباراة سجلا بين الفريقين ليتقارب المستوى، حيث تبادل الهجمات الخطيرة طوال فترة اللقاء، لكن عامل الخبرة لعب دورا لصالح نادي الكويت، وتمكن لاعبه عبد الرحمن الطويل من تسجيل هدفين ليقود فريقه للفوز بهدفين مقابل هدف للقادسية. وفي الختام تسلم لاعبو الكويت كأس البطولة وسط فرحة عارمة لمحبيه. Oh, ho, 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 ho!